يبدو أن السودان يدخل منعطفات جديدة في خضم الخلافات بين المجلس العسكري والمعارضة. كيف تقرأ المشهد اليوم في السودان؟ يا مرحبا، أهلا بك وأهلا بمشاهدينك الأعزاء. أهلا ومرحبا بك. الله يسلمك. حقيقة الوضع في السودان الآن مغلق، مغلق للغاية، لأنه هناك الآن كثير جدا من الاختلافات ما بين الأحزاب السياسية. هناك اختلاف في الرؤى واضح ما بين قوة التجمع التغيير والحرية وأيضا كذلك المجلس العسكري الانتقالي. المجلس العسكري الانتقالي الآن يلعب دور المنظم، يلعب دور المنظم ما بين كل القوى السياسية الموجودة في السودان. تجمع المهنيين وتجمع قوة التغيير والحرية يرون أنفسهم بأنهم المالك الوحيد للتغيير الذي حدث في السودان. فبالتالي هناك تباوت في وجهات النظر ما بين القوى السياسية في السودان. هناك أسلوب مرن يستخدمه المجلس العسكري للحفاظ على وحدة السودان ووحدة والقوى السياسية الموجودة في السودان. لكن إطالة الفترة مرور الأيام يزيد من نسبة الخطر. المجتمع السوداني والسياسة عموما في السودان تمتاز بتركيبة معقدة جدا. لذلك استمرار الخلاف، عدم التمكن من الوصول إلى رؤية مشتركة وتسليم السلطة للمدنيين في السودان قد يؤدي إلى ما لا يحمده الشعب السوداني بصورة عامة.